بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس العشرون. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات في سياق ما جرى على المسلمين في غزوة أحد، الغزوة التي امتحن فيها المسلمون وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح وهم أولياء الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يسلي المؤمنين
في هذه الآيات وما بعدها سليهم عما حصل عليهم بذكر من سبقهم من الأنبياء والمؤمنين معهم ما جرى عليهم من المحن، وأن هذا ليس أن هذا الذي جرى ووقع ليس جديدا أو بدعا، وإنما هو من سنن الله جل وعلا في عباده من باب الابتلاء والامتحان. وقال سبحانه في هذه الآيات قد خلت أي مضت، قد خلت أي مضت من قبلكم أيها المسلمون سنن، سنن جمع سنة وهي الطريقة، وهذه السنن مختلفة، منها سنن على الحق وعليها الأنبياء والمؤمنون، ومنها سنن على الباطل وعليها الكفر والمشركون. فليس هذا الذي حصل بين المشركين والمسلمين في وقعة أحد ليس هو شيئا غير مسبوق في الأمم السابقة، بل هو قد حصل وتكرر، فهذا مما يهون المصيبة على المسلمين ويبعث في قلوبهم التأسي والاقتداء بمن سبقهم من إخوانهم وما جرى عليهم وما موقفهم من هذه الفتن وهذه المحن التي حصلت عليهم. قال تعالى فسيروا في الأرض، سيروا أي امشوا في الأرض لتروا آثار من سبقكم، سيروا في الأرض أي سافروا وامشوا فيها لتروا آثار من سبقكم من هذه السنن، وتروا أن أهل الباطل قد دمرهم الله سبحانه وتعالى ولم يبقى إلا آثارهم وديارهم الخراب، وأن المسلمين لا يزالون في خير ولله الحمد. فالله قطع دابر الكافرين، ولكنه سبحانه وتعالى أبقى المسلمين يتوارثون الحق ويسيرون على المنهج السليم، ولم يضرهم ما حصل ولم يفت من عزمهم أو يوهن عزائمهم، بل هذا زادهم قوة وصلابة وإيمانا. فليس ما جرى عليكم أيها المسلمون خاصا بكم، وإنما سبق لإخوانكم من المسلمين ما سبق للابتلاء والامتحان، فصبروا فكانت العاقبة لهم
وأنتم كذلك جرى عليكم ما جرى، فإذا صبرتم فإن العاقبة تكون لكم. فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت عاقبتهم، أين هم وأين الباطل الذي كانوا عليه، انحل وذهب وذهبت قوتهم وكبرياؤهم أدراج الرياح، ولم يبقى إلا الخزي والعار الذي يلحق بهم. أما أهل الإيمان بكل زمان ومكان فإن الله ثبتهم وجعل العاقبة لهم لما صبروا وثبتوا على الحق. والسير في الأرض إذا كان القصد منها الاعتبار والاتعاب والوقوف على ديار الظلمة وأماكنهم كيف صارت، إذا كان الغرض الاعتبار والاتعاب فهذا أمر طيب ومأمور به. أما إذا كان القصد منه التفرج فقط والسياحة على ما يقولون والإعجاب بآثار الكفار فهذا أمر محرم. سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض من أجل أي شيء، انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالسير في الأرض إنما يكون للنظر في عاقبة المكذبين حتى نعتبر ونتعب ونثبت على الحق ونعلم أن هذا شيء مستمر في الخلق إلى أن تقوم الساعة. ثم قال جل وعلا: هذا بيان للناس، هذا الذي ذكرناه لكم، هذا الذي ذكرناه لكم بيان من أجل البيان للناس عامة. من المداولات بين الحق والباطل والهدى والضلال، هذا بيان للناس. وقيل المراد بقوله هذا بيان للناس القرآن، القرآن بيان للناس لأن الله بيّن فيه الحق والباطل وبيّن فيه ما جرى على المؤمنين في كل زمان وماذا كانت العاقبة، لمن كانت العاقبة من الفريقين. هذا بيان للناس، هذا الذي ذكرناه لكم أو هذا القرآن بيان وتوضيح للناس. ثم قال: وهدى موعظة للمستقيم. فهو بيان للناس كافة، المؤمن والكافر. أما الهداية والاتعاظ بهذا فهو إنما هو للمتقين، للمؤمنين خاصة. وهدى وموعظة للمتقين، ألا هو الغرض من القصص في القرآن، أن يبين للناس كافة
وأن يكون في ذلك هداية وموعظة للمتقين، لأنهم هم الذين ينتفعون بآيات الله سبحانه، وهم الذين ينتفعون بالنظر في الآثار الماضية فيتعظون بذلك، وأيضا لا يصيبهم اليأس والقنوط مما يحصل من الشدائد، يصبرون على ذلك حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا من أولها إلى آخرها دار ابتلاء وامتحان دائما وأبدا. فلو أن الله سبحانه وتعالى نصر الحق دائما ونصر المسلمين دائما ولم ينهزموا لدخل الناس كلهم في الدين، لا عن صدق، وإنما يدخلون في الدين من باب الطمع، من باب الطمع بما فيه من الرخاء والراحة والرافة والنصر المستمر، يدخل فيه المنافق، يدخل فيه من يريد الحياة الدنيا فقط. لكن إذا كان هناك ابتلاء وامتحان لا يدخل في هذا الدين إلا المؤمنون الخلص، المؤمنون الخلص الذين يشكرون على النعمة ويصبرون عند البلاء. هذا من الحكمة في الابتلاء والامتحان، وإلا فالله قادر على أن يهدي الناس كلهم، وقادر على أن يستمر النصر للمسلمين ولا يهزمون أبدا، وقادر على أن ينعم المسلمين، قادر على ذلك. لكن حكمته سبحانه تأبى إلا أن يبتلي الناس حتى يتميز المؤمن الصادق من المنافق. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا هو الحكمة في إجراء الابتلاء والامتحان على أوليائه وأحبابه، من أجل أن لا يدخل فيهم عناصر خبيثة، وإنما يدخل في هذا الإيماء في هذا الدين الصادق الذي له رغبة صادقة في الدين ومحبة الله ومحبة رسله. أما المنافق فإنه يرى الابتلاء والامتحان فإنه يهرب ويتخلص من الدين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المنافقون لما جاءت فتنة الأحزاب ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه الفتن تميز المؤمن الصادق الذي دخل في الإسلام عن محبة ورغبة من المنافق النفعي الذي لا يريد إلا رغبة نفسه. ومن الناس من يعبد الله على حرف،
إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم إنه سبحانه وتعالى نهى عباده المؤمنين، نهاهم أن يلينوا وأن يضعفوا أمام هذه الفتن وهذه الشدائد ويساوموا على دينهم أو يتنازلوا عن شيء منه مهما كلفهم الأمر. فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا يعني لا تضعفوا أمام عدوكم وتتركون الجهاد في سبيل الله بالقول وبالقول واللسان وبالسلاح، لا تضعفوا أمام العدو وتستسلموا، بل استمروا على المجاهدة في سبيل الله عز وجل، مقاومة الأعداء مهما أصابكم، لا تستسلموا للعدو وتضعفوا أمامه وتسلموا الأمر له وتيأسوا من نصر الله عز وجل، ولا تهنوا أي لا تضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم، لا تحزنوا على ما أصابكم من الهزيمة يوم أحد، لا تحزنوا على من قتل منكم، لا تحزنوا على من جرح منكم، لا تحزنوا على ذلك، لا تحزنوا على ذلك، بل اصبروا وانتظروا الفرج من الله، فإن لله حكمة عظيمة في ذلك كما يبينها جل وعلا فيما يأتي من الآيات. ثم قالوا أنتم الأعلون، أنتم الأعلون، أنتم أيها المسلمون الأعلون بدينكم، والكفار هم الأسفلون دائما وأبدا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الإسلام يعلو، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمؤمن دائما وأبدا يعتز بدينه، دائما وأبدا يعتز بدينه، لا سيما أمام الأعداء، لأن معه الدين الصحيح والله معه سبحانه وتعالى، فكيف يذل، كيف يذل ومعه الدين الصحيح؟ ولله العزة ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بهذا الشرط، إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون دائما وأبدا مهما أصابكم، فأنتم الأعلون. دين الإسلام ولله الحمد هو الأعلى دائما، ودين الكفر هو الأسفل دائما. وإن كان مع الكفار شيء من زهرة الحياة الدنيا، والمسلمون عندهم فقر وحاجة، فالمقصود ليس هو، المقصود ليس هو النظر إلى الدنيا، وإنما المقصود النظر
إلى الآخرة والنظر إلى الحق والباطل. فما دام معك الحق فأنت الأعلى، أنت الأعلى. والله جل وعلا وعد المسلمين بذلك، وأنتم الأعلون. وقال لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى في الموقف الرهيب، في الموقف الرهيب وجود فرعون وأعوانه السحرة أوجس في نفسه خيفة موسى في نفسه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالمؤمن دائما هو الأعلى إذا شعر بذلك، فإنه لا يساوم على دينه ولا يرخص عليه دينه دائما وأبدا، سواء كان بين المسلمين وفي بلاد المسلمين أو كان بين الكفار وفي بلاد الكفار، فإنه يعتبر نفسه هو الأعلى بدينه، لا بنفسه ولا بحوله وقوته، وإنما بدينه. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن يمسسكم قرح في أحد ما أصابكم من القتل والجراح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جرح وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وانهشم المغفر على رأسه ووقع في حفرة عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه قرح أصاب المسلمين. لكن ينظرون أن الكفار أيضا أصابهم قرح مثله في بدر، أصابهم قرح مثله في بدر. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فالقرح يصيب المسلمين ويصيب الكفار، ولكن المؤمن يرجو من الله النصر ويرجو منه الثواب ما لا يرجوه الكافر. ولما افتخر أبو سفيان في هذه الوقعة لما حصل على المسلمين قال له عمر رضي الله عنه قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، رد عليه وقال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ما ضعف عمر رضي الله عنه رغم ما أصاب المسلمين، ما ضعف في هذا الموقف، بل رد على أبي سفيان وقال له لا 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 لا, لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يمسسكم قرح قد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، النصر والهزيمة هي الأيام، أيام النصر وأيام
الهزيمة يداولها الله بين الناس، فتارة ينصر المسلمين وتارة ينصر العدو. إذا حصل من المسلمين خلل نصر عليهم العدو. نصر عليهم العدو بسبب المسلمين أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أنتم السبب. حصل من المسلمين خطأ في وقعة أحد من بعضهم لا من كلهم، حصل من بعضهم من الرماة حصل منهم خطأ فعمت العقوبة الجميع، عمت العقوبة الجميع. ونسأل الله العافية. تقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا تظنون أن الكفار سيستمر نصرهم وقوتهم، بل إن الله سيديلكم عليهم، سيديلكم عليهم وينصركم عليهم، لكن انتظروا واصبروا ولا تياسوا. تلك الأيام نداولها بين الناس. وكما قيل الحرب سجال، الحرب سجال. لو كان النصر دائما للمسلمين ما تميز المؤمن من المنافق، ولكن إذا حصل على المسلمين شيء فإن المنافق يتضح. وأما المؤمن فهو يصبر ويستمر ولا ييأس، ويعلم أن ما أصابه خير له وأحسن له عاقبة. ولهذا قال وليعلم الله الذين آمنوا منكم. تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم. هذا بيان الحكمة، أن الله جل وعلا أجرى ما أجرى على المسلمين ليعلم المؤمنين الصادقين الذين لا تهزهم الأحداث ولا تزعزعهم النوازل، يثبتون على الإيمان سواء انتصروا أو هزموا، يصبرون. ليعلم الله الذين آمنوا منكم. هذه حكمة، هذه إحدى الحكم فيما جرى بين المسلمين. يريد بذلك أن يتميز المؤمن الصادق في إيمانه الثابت من المنافق الذي يهتز ويتشكك والعياذ بالله ويترك دينه. يعلم الله الذين آمنوا. الله يعلم سبحانه في الأزل، يعلم كل شيء، لكن العلم هذا علم الظهور، يظهر ما علمه في الأزل يظهره علانية يراه الناس. وليعلم الله الذين آمنوا، هذه واحدة. الثانية يتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم من المسلمين شهداء يقتلون في سبيل الله. والشهادة أعلى شيء من الأعمال الصالحة، أعلى شيء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اتخذ منكم شهداء مستشهدون
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فلولا الجهاد ما حصل شهداء. اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لكنه يحب المؤمنين، يحب المؤمنين. ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا ما جرى من المحن ويجري على المسلمين، فهو تمحيص وتخليص لهم من ذنوبهم، يكفر الله به عنهم سيئاتهم. فهم بحاجة إلى التطهير، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يطهرهم في هذه الدنيا، يطهرهم في هذه الدنيا حتى يلقوه طاهرين طيبين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، هذا من الحكم أن ما يجري على الكفار فهو محق وزوال والعياذ بالله، وما يجري على المسلمين فهو تمحيص واستشهاد في سبيل الله ويظهر للإيمان الصادق. يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فما يجري على الكفار فإنه هلاك ومحق، وما يجري على المسلمين فإنه من صالحهم. فيه هذه الفوائد العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه أنه لا يترك عباده بدون اختبار، لا يتركهم بدون امتحان، لا يتركهم بدون ابتلاء. فلو تركهم بدون اختبار وابتلاء ما حصلت هذه المصالح، ولا تميز المؤمن من المنافق. فلهذا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تدخلون الجنة بدون ابتلاء وبدون امتحان وتمحيص، هذا لا يكون أبدا. تدخلون الجنة بدون عمل وبدون جهاد، لا ما يحصل هذا. الجنة ما تدرك إلا بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبالأعمال الصالحة لطاعة الله والصبر والاحتساب ومجاهدة النفس. الجهاد فيه مشقة، فيه خطر، صلاة الليل فيها تعب، صيام رمضان فيه تعب، الصلوات الخمس فيها تعب، فيها تعب. فالعبادات فيها تعب، مو برفاهية. العبادات ليست رفاهية وإنما فيها تعب للنفوس وتعب للأبدان. والجنة محفوفة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما النار فهي محفوفة بالشهوات. النار محفوفة بالشهوات، الجنة محفوفة بالمكاره التي تحتاج إلى صبر وإلى ثبات وإلى يقين. حسبتم أن تدخلوا الجنة، هذا إنكار من الله جل وعلا أن تحصل الجنة بدون ابتلاء وامتحان وبدون أعمال صالحة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، صابرين على المصائب والصابرين على الشدائد والثابتين على دينهم الذين لا يتزعزعون أمام النوازل والشدائد
ريال حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في سبيله وصبروا على الجهاد والاستشهاد والجراح وارتكاب الخطر والمشقة، ويعلم الصابرين على المصائب والشدائد والابتلاء والامتحان. يقول ضعيف الإيمان أو المنافق: لماذا الآن المسلمون في ضعف وقلة من الدنيا، والكفار في رقي وتقدم وحضارة وصناعة وإلى آخره، ولا يعلم الحكمة من الله سبحانه وتعالى في هذا؟ ما يعلم الحكمة من الله جل وعلا، وأن الله لم يعطي الكفار ما أعطاهم محبة لهم، وإنما أعطاهم إياها زيادة عذاب لهم والعياذ بالله، وأن المسلمين ما زوى الله عنهم ما زوى من النعمة والغنى، وما زوى هذا بغضا لهم، وإنما هو مثل الحمية التي يخمى بها المريض، حمية يحميهم بها لأجل أن يتشافوا من آلام هذه الدنيا. فهو سبحانه وتعالى لا يجري هذه الأمور محبة للكفار بإعطائهم الدنيا وزهرتها، ولا بغضا للمسلمين بما يجري عليهم من الفقر والفاقة والمرض والقتل وغير ذلك من الشدائد وتسلط الأعداء، ما يجري هذا عليهم بغضا لهم، وإنما يجريه تطهيرا لهم وزيادة في درجاتهم وإتاحة للصبر والجهاد منهم الذي به تعلو مرتبتهم عنده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مخاطبا الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، كان من الصحابة رضي الله عنهم من تأسف على عدم حضوره وقعة بدر، تأسفا شديدا على عدم حضوره لوقعة بدر، وتمنى أن تجري معركة أخرى فيحضرها ليعوض ما فاته في وقعة بدر. تمنون الموت، الجهاد في سبيل الله، فالله جاء بالجهاد في سبيله، فعليكم بالوفاء بما كنتم تتمنونه. ولقد كنتم تمنون الموت، أي الجهاد في سبيل الله، لتعوروا ما فاتكم في وقعة بدر الكبرى. من قبل أن تلقوه، من قبل أن تلقوا العدو في هذه المعركة، فقد رأيتموه، رأيتم الموت، يعني رأيتم أسبابه، رأيتم أسباب الموت، وهو القتل والجراح وما جرى والدماء، ما جرى في وقعة أحد، وأنتم تنظرون إلى ما جرى. ثم قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد ليس بدعا من الرسل، وإنما سبقه من الرسل من سبقه، فهو رسول عليه الصلاة والسلام، وليس له من الألوهية شيء أو من التصرف في الكون شيء،
أو أنه قادر على أن ينقذكم مما حصل عليكم في أحد، لا يقدر الرسول على هذا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إنما محمد رسول وليس ربا ولا إلها ولا بيده شيء من تدبير الكون، وما محمد إلا رسول. أدخلت من قبله الرسل، موت من قبله الرسل، فهو على طريقهم وعلى سبيلهم، وتعلمون ما جرى على الرسل من المحن والمصائب، فلكم فيهم أسوة قدوة. أفإن مات الرسول أو قتل الرسول الذي يستمر معكم؟ إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لأنه أشيع يوم أحد أن الرسول قتل، الرسول أشيع أنه قد قتل، فأصاب المسلمين الحزن الشديد على قتله صلى الله عليه وسلم، وألقوا بأيديهم من الندم والحزن على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الابتلاء والامتحان أيضا، هذا من الابتلاء والامتحان. لكن حتى لو قتل، وصح أنه قتل، فأنتم اثبتوا على دينكم. ولهذا كان أنس بن النضر رضي الله عنه قد جرح، وبينما هو في الاحتضار جاءه من جاء فقال قتل الرسول، قال لي أنس بن النضر قتل الرسول، قال صلى الله عليه وسلم قاتلوا على ما قاتل عليه، قاتلوا لا تضعفوا، لما قتل الرسول أنتم لا تضعفون. شوف الإيمان وقوة الإيمان، قاتلوا على ما قتل عليه صلى الله عليه وسلم حتى تقتلوا. أفإن مات بدون جهاد، مات على فراشه عليه الصلاة والسلام، أو قتل في المعركة، انقلبتم على أعقابكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لن يدوم، وخلت من قبله الرسل الذين ماتوا وقتلوا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالرسول بشر، يأتي عليه المرض، يأتي عليه الموت، يأتي عليه الجراح والإصابة مثل ما يجري على البشر، ولكن الحق يبقى ولو مات الرسول صلى الله عليه وسلم، الحق يبقى ولو مات الرسول صلى الله عليه وسلم. من أراد النجاة يتمسك بالحق. ولهذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وثبت موته، أصاب المسلمين الحزن الشديد، ألم يستطيعوا أن يتحركوا، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه ما أصابه، وجعل يهدد من يقول إن الرسول قد مات، يهددهم ولا تقول إن الرسول مات. جاء أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحالة، كان غائبا في مزرعته خارج المدينة، وجاء قال والرسول مات، فما كان منه ضعف رضي الله عنه ولا تضعضع أبدا، لأن نوع الإيمان، نوع الإيمان واليقين الذي لا يتزعزع في النوازل، دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسجن بالغطاء عليه الصلاة والسلام،
فكشف الغطاء عن وجهه وقبله وعرف أنه قد مات حقيقة, عرف أنه قد مات. ما تضعضع أو تلعثم رضي الله عنه قوة إيمانه, خرج على الصحابة. وعمر يتكلم قال له على رسلك يا عمر, على رسلك يا عمر. فصعد رضي الله عنه المنبر والناس حوله ما أصابهم ما أصابه, فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى أفإن مات أو قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمع عمر هذه الآية يقول كأنها أنزلت الآن ما كأنه سمعها من قبل, فاطمأن وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات بإعلان أبي بكر لوفاته وتطمينه للمسلمين لأن يثبتوا على دينهم لأنهم يعبدون الله جل وعلا, والله حي لا يموت وإن مات الرسول صلى الله عليه وسلم, فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وأدى المهمة التي بعث من أجلها وبين الدين بيانا كاملا, وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. هذا موقف أبي بكر رضي الله عنه من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, تركتم دينكم, من ينقلب على عقبيه يرتد عن دينه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يضر الله شيئا, إنما يضر نفسه. أما الله جل وعلا فإنه لا تضره معصية العاصي وكفر الكافر ولا تنفعه طاعة المطيع, وإنما هذا يرجع إلى الناس. فالمؤمن يرجع عليه إيمان والكافر يرجع عليه كفر, فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا, فإذا حضر الأجل أجل الرسول أو أجل غيره أو أجل الملك أو أجل العالم إذا حضر الأجل فلن يؤخر. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله, بإذن الله الكوني وقدره الكوني. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فالآجال مكتوبة للرسل وغيرهم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله, نعم, كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. ثواب الآخرة من أراده الله جل وعلا يؤتيه, أما من أراد ثواب الدنيا فهذا تحت المشيئة, إن شاء أعطاه ما أراد وإن شاء حرمه فخسر الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد, راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى, قد يقع وقد لا يقع. أما المؤمن فالله ضمن له, إن كان يريد الآخرة
الله ضمن له الآخرة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، يعني مقيد بمشيئة الله كما في الآية الأخرى. ومن يريد ثواب الآخرة يؤتيه الله منها. وسنجزي الشاكرين، وعد الله سبحانه الشاكرين له على النعمة والصابرين على النقمة بأنه سيجزيهم الجزاء الأوفى المضاعف. ثم سلاهم بما حصل للأمم السابقة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، قاتل معه ربيون، كثير من الأنبياء السابقين قاتلوا الكفار ومعهم أنصارهم من المؤمنين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون أي أتباع من المؤمنين، فأنتم اثبتوا مع نبيكم كما ثبت من قبلهم مع أنبيائهم، قاتلوا معه ولا تهنوا ولا تحزنوا. وكأي من نبي قاتل، وفي قراءة قتل، كأي من نبي قتل، فإن قتل محمد فقد قتل قبله أنبياء معه ربيون كثير أنصار وأتباع، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ما وهنوا يعني ما ضعفوا في أبدانهم وقواهم لما أصابهم في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واستسلموا للعدو وأيسوا من النصر ولا استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، قول أتباع الرسل، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، طلبوا من الله جل وعلا أن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، ما حصل منهم من الإسراف في الطاعة، في ما حصل منهم من الإسراف في المعاصي والوقوع فيها، وثبت أقدامنا وقت لقاء العدو، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا فيه أن المسلمين يدعون الله عز وجل عند لقاء العدو، يدعون الله عز وجل بهذا الدعاء وأمثاله، لأن هذا يعينهم بإذن الله على الثبات. ثبت أقدامنا وانصرنا، النصر من عند الله لا بالقوة ولا، لكنه من عند الله سبحانه وتعالى، والقوة سبب، القوة والجيش والسلاح هذا سبب، إن شاء الله نفع وإن شاء لم ينفع، النصر من عند الله. انصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فلما ثبتوا مع الرسل وصبروا ودعوا الله بهذا الدعاء جازاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لكن بعد الصبر، بعد الصبر والثبات واستمرار العزيمة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه
وأن يثبتنا وإياكم والمسلمين على هذا الدين إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويهديهم الصراط المستقيم، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته ويخذل بهم أعداءه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل الزلازل تحدث بسبب الذنوب أم هي بسبب الطبيعة؟ ليس هناك شيء بسبب الطبيعة، هذا قول الملاحدة، كل شيء هو بقضاء الله وقدره، وكل شيء يجري فهو لحكمة من الله جل وعلا. فالزلازل إنما يقدرها الله جل وعلا لأجل تخويف عباده وتذكيرهم ليتوبوا إلى ربهم عز وجل. نعم، لأن الله جل وعلا هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، السماوات والأرض يمسكها الله جل وعلا، وإذا شاء حركها سبحانه وتعالى ليوقظ عباده وينبههم. نعم. يقول: إذا كانت زوجتي موظفة أو معلمة وتتقاضى مرتبا شهريا، فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا المرتب سواء بعلمها أو بدون علمها؟ راتبها لها وكسبها لها، ولا يجوز لك منه إلا ما سمحت به نفسها، إلا إذا كان بينك وبينها شرط عند عقد الزواج أنك تأخذ من راتبها فأنت على من شرط، أما بدون شرط فليس لك إلا ما طابت به نفسها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. يقول: هل يجوز أكل الذبيحة التي تذبحها المرأة؟ لا بأس بذلك، المرأة والرجل سواء، المسلم أو الكتابي إذا ذبح ذبيحته حلال، رجلا كان أو امرأة، إذا ذبح على الطريقة الشرعية ذبيحته حلال. قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية كانت ترعى الغنم، فعدا الذئب على واحدة منها فأدركتها وهي حية فدكتها بحجر، حجر حاد قطعت به البلعوم والودج، فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، أكل هذه الشاة التي ذكتها امرأة. نعم. يقول: هل التصوير بالهاتف الجوال في الحرم من التصوير المحرم؟ تصوير محرم بأي وسيلة، سواء بالجوال أو بغيره، في الحرم أو في غير الحرم، لكن في الحرم الإثم أكثر وأشد، لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية في خارج الحرم. نعم. هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك بحيث يقوم البنك ببيعها بثمن أغلى من ثمنها الأصلي وعلى أقساط شهرية لمدة 6 سنوات؟ إذا كان البنك يملك السيارة أو غيرها يملكها قبل أن تتقدم إليه، يملكها اشتريتها منه بثمن حال أو بثمن مؤجل، فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز على قسط وعلى أقساط،
كله جائز، أحل الله البيع وحرم الربا. قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بالأجل. ما حكم ذهاب المرأة للأعراس التي فيها معازف وطبول؟ لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة الذهاب إلى الاحتفالات التي فيها منكرات من المعازف أو الأغاني أو العري للنساء وعدم التستر، لا يجوز الذهاب إلى الاحتفالات والتجمعات التي فيها منكرات إلا لمن يقدر على إزالة المنكر، فإنه يذهب، يجب عليه أن يذهب لأجل إزالة المنكر. أما الذي لا يقدر على إزالة المنكر لا يجوز له أن يذهب إلى مكانه. نعم.